ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه يوجد سيناريو افتراضي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر. وأضاف عبد الغفار خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: إحنا مش 14,000 حالة، إحنا 71,000 حالة. وتابع وزير التعليم العالي بقوله: نتوقع على آخر الشهر نوصل ل100,000 حالة، وده اللي احنا مش شايفينه، لأن استحالة أي دولة توصل لجميع الحالات المصابة بها. وأكد على وجود مواطنين مصابين دون أعراض تستدعي دخولهم إلى المستشفى، وتابع بقوله: ده النموذج الافتراضي اللي ممكن يكون واقع وممكن يكون أكتر من كده، لكن معدل النمو هو 5.5%، ونعيني على معدلات الوفاة اللي من حكمة ربنا وفضله إن نسبة الوفاة 680 منذ البداية. لو نسبنا أرقام الوفاة المعلنة وهي غير قابلة للتشكيك، النسبة عندنا 4.8%. قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه يوجد سيناريو افتراضي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر. وأضاف عبد الغفار خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: احنا مش 14,000 حالة، احنا 71,000 حالة. وتابع وزير التعليم العالي بقوله: نتوقع على اخر الشهر نوصل ل100,000 حالة، وده اللي احنا مش شايفينه، لان استحالة اي دولة توصل لجميع الحالات المصابة بها. واكد على وجود مواطنين مصابين دون اعراض تستدعي دخولهم الى المستشفى، وتابع بقوله: ده النموذج الافتراضي اللي ممكن يكون واقع وممكن يكون اكتر من كده، لكن معدل النمو هو 5.5%، ونعيني على معدلات الوفاة اللي من حكمة ربنا وفضله إن نسبة الوفاة 680 منذ البداية. لو نسبنا أرقام الوفاة المعلنة وهي غير قابلة للتشكيك، النسبة عندنا 4.8%. وزير التعليم العالي: انتهاء كورونا من مصر في يوليو، ولا داعي للقلق من زيادة الأرقام. قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن معدلات الإصابة بوباء كورونا داخل البلاد في حدود المتوقع ولا تدعو للقلق، متوقعا أن تنتهي الأزمة بحلول النصف الثاني من يوليو. وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح المرحلة الثالثة لمشروع بشائر الخير 3 بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه وفق الدراسات من المتوقع أن نصل إلى 14,700 حالة إصابة بحلول 22 مايو الجاري، على أن تصل حالات الإصابة إلى 20,000 بنهاية الشهر، لافتا إلى أنه بنهاية الأزمة من المتوقع أن تسجل حالات الإصابة ما بين 34,000 حالة إلى 40,000 حالة. وقال الوزير إن التوقعات تشير إلى أن الأسبوع الثاني من يونيو، تحديدا من يوم 7 يونيو وحتى 10 من الشهر نفسه، سيشهد تراجعا في حالات الإصابات الجديدة، وقد نصل لنقطة النهاية تماما وإعلان انتهاء الجائحة في النصف الثاني من شهر يوليو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.